الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. يشرح الله صدرك للعلم هذه من أعظم نعم الله، وهي علامة الإرادة الخيرية منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم الميراث ميراث العلم، لأنه ميراث الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ رافض. وقد خص الله عز وجل أهل العلم بزيادة رفعة الدرجات، فالعلماء يوم القيامة يرفعون درجات لإسلامهم، ويرفعون لإيمانهم، ويرفعون لعلمهم، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن فضل العلم والعلماء أن الله اختصهم بأعظم شهادة، وهي شهادة توحيده، مقرونة بأعظم الشهداء وهو الله عز وجل، وأعظم سفناء السماء وهم الملائكة. فهذا دليل على فضل العلم والعلماء. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن فضائل العلم والعلماء أن الله لم يأمر نبيه بالازدياد في القرآن من شيء إلا من العلم، لم يأمره بالازدياد من شيء إلا من العلم. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. ومن فضائلهم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، بل إن الله قد خص طائفة من الملائكة لا وظيفة لهم إلا البحث عن حلق الذكر، كما في الحديث: إن لله ملائكة سيارة يبحثون عن حلق، عن حلق العلم، أو قال عن حلق الذكر. بل إنك أيها العالم وأنت في بيتك، وأنت في حلقة مسجدك، وأنت بين كتبك في مكتبتك، يستغفر لك الكون بأسره بكل ما فيه. الملائكة تستغفر لك، والحوت في بحره يستغفر لك، والطير في وكره يستغفر لك، حتى تستغفر لك النملة في جحرها، فالكون بأسره يستغفر لمعلم الناس الخير. ولكن انتبهوا، وهو أن العلم الذي يسمو به صاحبه إنما هو العلم الذي قرنه بالعمل، وأما العلم الذي لا يعمل به صاحبه فهو عذاب ونكال عليه في الدنيا، وعقوبة وحسرة وندامة عليه في الآخرة. لا يجوز للعالم أن يعطل العمل عن العلم، فإن العلم وسيلة والعمل ثمرة. فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. فالمقصود من العلم هو العمل، فأي شيء تعلمته فاعلم أنك بين أمرين فيه: إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك، فيكون حجة لك إذا عملت به ودعوت إليه، ويكون حجة عليك إذا لم تعمل به. ولذلك قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقال الله عز وجل: لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فحري بالطالب أن ينظر إلى مقدار عمله ومقدار علمه الذي في صدره. ولما كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يكثر سؤال العلم يكثر سؤال عائشة عن العلم، قالت له مرة: يا بني أتعمل بكل ما تعلم؟ قال: لا يا أمه. قالت: لما تستكثر من حجج الله عليك؟ لما تستكثر من حجج الله عليك؟ فالعلم الذي يسمو به صاحبه إنما هو العلم الذي يقبله بالعمل. ثم بين الله مسألة مهمة، وهي أن العلم فنون كثيرة، فعلى الطالب أن يعمل
والتوحيد. فلماذا نبدأ دائما بالتوحيد والعقيدة؟ لماذا دائما نبدأ بهذا الفن قبل غيره؟ الجواب: أرجع العلماء ذلك إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول: لأنها الدعوة التي ابتدأ بها الرسل. فأول ما بدأ الرسل أممهم في مسائل الدعوة كانت بالتوحيد. هذا نوح يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها هود لقومه، وقالها صالح لقومه، وقالها شعيب لقومه، وقالها كل نبي ورسول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فنحن نبدأ بالتوحيد لأن اقتداء بالرسل. الثاني: أن التوحيد والعقيدة الصحيحة هي أساس الأعمال، فلا بد أن نبدأ بالأصول والأساس ونصلحها قبل إصلاح الفروع. إذ لا خير في إصلاح فرع إذا كان أصله فاسدا. فالله لا يقبل شيئا من الفروع والأعمال إلا إذا كانت أصولها وقواعدها سليمة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما؟ لأنهم عملوا أعمالا لم تبنى على أساس عقيدة صحيحة. تجولا قال الله عز وجل أيضا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فإذا انحرفت أعمالهم يوم القيامة لما؟ لأنها لم تبنى على التوحيد الصحيح والعقيدة السليمة الصابرة. الأمر الثالث: عظم المخالفة في مسائل التوحيد. فربما مخالفة في مسألة من مسائل التوحيد ترضيك عن الإسلام بالكلية وتجعلك مرتدا والعياذ بالله. فإذا لابد من إصلاح ما تكون المخالفة فيه خطيرة وتأخير ما تكون المخالفة فيه يسر. فالمخالفة في المسائل الفقهية أيسر من المخالفة في المسائل العقدية. هذه مقدمة مهمة لطالب العلم لها فوائدها إن شاء الله. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى لب العقيدة. فبدأ بأول واجب على المكلفين فقط.